الصحاب يلا مش لا 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 هو لا هو ممكن يتقال مفيش صاحب بيتصاحب ولا يعني دي ممكن تبقى الطف شويه ولا في صاحب بيتصاحب لا مفيش صاحب بيتصاحب والصحاب يلا مش جدعان يعني برضو انت برضو وصلنا على انت ايوه ما مالكوش دعوه ضروره عادي اليوم العالمي للصداقه الحلوه انه احنا نحتفل مع بعض كل واحد يقول لصاحبه او لصاحبته كل سنه وانت طيبه كل سنه وانت طيب ويا ريت تتصلوا بينا وتقولوا لنا ايه المواقف الجدعه اللي قابلتوها من صحابكم وايه المواقف الوحشه برضو اللي قابلتوها احنا اكيد واحنا عايشين بنشوف انت عايز ايه على فكره طيب طول احنا عايشين بنقابل ناس كويسه وبنقابل ناس وحشه أيوة اكيد يعني بس كده ما ينفعش نقول ما فيش صاحب بيتصاحب طول الوقت لا 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 لا, 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 لا بس هو دخل بافيه يعني هو عايز يعمل حركه تافهه يعني انا بتكلم علشان هو الاغاني دي اللي فعلا منتشره الفرق الاسود الفتره اللي فاتت دي الاغاني اللي منتشره كلها عايم في بحر الغدر الصحاب يلا بس بقى يعني انت لا. انت عايش جوه مهرجانات انت أيوة ايه مش أيوة ممكن هي الحاجات دي اللي منتشره الفتره بص دي بص يا جماعه ومع ذلك بما اننا بنتكلم عن الصداقه واليوم العالمي للصداقه هو حالة النهارده هيكلم